فواتير مزورة والأموال تخرج ما أدري المن وتهريب، وهذا واقع. وإلا شنو بلد يبيع له باليوم 300 مليون دولار، شنو اللي نستورده بيوم واحد 300 مليون دولار؟ تباع عملتكم بالمزاد العلني؟ أكيد هذه العملة كانت تطلع خارج العراق. وضبط الدولار من التهريب إلى دول الجوار. هاي الفلوس مالتكم طلعت برا مال العراقيين مقابل أن تأتي بضاعة مقابل هاي المبالغ؟ لا جت البضاعة ولا حصلت فلوسكم. ما حصلت، راحت الفلوس. العراق لحد 2019 تم تحويل أكثر من 700 مليار دولار عن طريق نافذة بيع العملة. مأساة، الله وكيلك مأساة. العالم هاي قطع رزق المحلات، من سببها؟ كلها سببها الدولة. يا عم بن حسين ما ودتوني. يدور بالزبالة، والله العظيم جاي العوائل بالزبالة، هم يدورون بالزبالة. ما الذي يستورده العراق يومياً حتى يبيع 300 مليون دولار؟